مرحبا بحضراتكم في الفقرة الأخيرة الطبية اللي كنت بنوه عنها في بداية الحلقة، وهنتكلم فيه عن أهمية يعني تناول المكملات الغذائية في فترة زي ما بيتقال كده النقاهة. هنفهم أصلا يعني إيه فترة النقاهة علشان مش كل الناس فاهمها، أنا نفسي مش فاهمة يعني إيه فترة النقاهة، من دكتور دينا أبو السعود اللي منورانا. صباح الفل. صباح الخير. إيه الأخبار؟ الحمد لله. إيه النقاهة دي بقى؟ استعاد الصحة واستعاد الحياة واستعاد النشاط. ليه العودة مثلا من بعد مرض أو حاجة زي كده؟ مثلا. بس طبعا فترة النقاهة مهم جدا إن احنا ناخد فيتامينز، ولكن الفيتامينز انا مش بقول بس في فترة النقاهة يا نهاوند، يعني احنا all the time لازم نعمل انتيك من الفيتامينز all the time. يمكن فترة النقاهة وقت مثلا مرض معين او وات ايفر بيبقى نفسيتي مسدودة، فالاكل الانتيك بتاع الفيتامينز مش كتير وفترة النقاهة برضو، فبنلجأ للفيتامينز. هي النقاهة دي بتبقى او فترة النقاهة بعد الخروج من أزمة صحية ولا ممكن أزمة نفسية؟ يعني كله ممكن أزمة نفسية، ممكن أزمة صحية، كل الحاجات دي بيحصل فيها فترات نقاهة. لكن هو الفيتامينز الحقيقة مهمة في كل الفترات، يعني من أهم الناس اللي لازم لا غنى عن الفيتامينز، لا غنى. أصحاب الأمراض المزمنة مهم جدا ليهم الفيتامينز، زي الأورام، زي السكر، زي مريض القلب، وكمان الأمراض النفسية. أو أنت عارفة وقت المرض النفسي بيبقى طول الوقت نفسيته مسدودة، عنده في كده وفي كده، في ناس بياكلوا كتير وفي ناس تقلب معاهم بتقفل خالص. فمهم قوي ان هم ياخدوا الفيتامينز، وعلى طول بقول الفيتامينز لا ضرر من الفيتامينز اطلاقا ما دام بناخد الجرعه اللي مصرح بيها. عشان ناس، في ناس تقول لك ايه، لا ده الناس بتقول ما ناخدش فيتامينات، ده في توكسيستي، ده في سميه للفيتامينات. كثره الفيتامينات مش حلوه. الكثره مش حلوه، بس الفيتامينات القابله للذوبان في الماء ما لهاش توكسيستي من الاساس. بس برجع اقول كثرتها مش حلوه، لان هي بتتكسر عن طريق الكبد والكلى، فكثرتها مش حلوه، لكن ما لهاش سميه، ما بتتخزنش في الخلايا زي فيتامين سي، زي فيتامين بي كومبلكس، كله زي كل الحاجات دي. احنا عندنا الفيتامينات القابله للذوبان في الدهون فيتامين دي وكي وايه، دول اللي ايه اخدهم بجرعات صغيره. او في احيانا الفيتامينات بتبقى علاج، ده بيبقى تحت اشراف طبيب لما بيديني جرعات كبيره. زي فيتامين د، في ناس عندها فيتامين د 5 و6 المفروض ما يبقاش اقل من 30، وقتها الدكتور بيدي عالي قوي. في ناس عندها هشاشه عظم بيدي لهم كالسيوم عالي قوي لوقت معين. لكن الب مالتي فيت كل الفيتامينات اللي فيه تركيزها ما تخوفنيش ابدا، وبس اخدها بالطريقه الصح.